وبالعودة للخبر عن الحكومة اليونانية، ينضم لنا من أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير عبد الستار. يعني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية كثيرة ومهمة، وما هي أبرزها لمساعدة المتضررين؟ نعم، صباح الخير شيرين ومحمد، وصباح الخير على المشاهدين الكرام. طبعا إعصار دانييل ترك آثار وأضرار كثيرة جدا هنا في اليونان. الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية بالنسبة للبنود والإجراءات للمساعدة المتضررين شرحها في 14 بند، منها يعني دعم الاحتياجات الأساسية من السلع و الأدوات المنزلية وأعمال الإصلاح يعني البسيطة في المنزل بمبلغ 6000 يورو للمسكن الرئيسي، ودعم احتياجات الأعاشة الأساسية بمبلغ 600 يورو لمحل الإقامة الرئيسي المتضرر. أيضا المساعدة في دفع الإيجار أو قسط قرض المنزل إذا كان المنزل ملك، أيضا تمديد فترة سداد مستحقات فواتير الكهرباء والمياه، تقديم المساعدة المناسبة للملاك والمستأجرين لترميم هذه المباني المتضررة، مساعدات أيضا للمزارعين المتضررين حيث أن هناك آلاف الأفدنة من الزراعات يعني تم إتلافها بسبب هذه الأمطار والفيضانات، تعليق سداد أيضا الالتزامات الضريبية، والتمويل الطارئ والسريع للبلديات لإعادة البنية التحتية في هذه البلديات التي أصابها الإعصار المدمر. في الوقت اللي أكدت فيه الحكومة اليونانية أنها تسعى للحصول لتمويل طارئ من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه الأضرار، الناطق باسم الحكومة قال إن رئيس الوزراء يعني بعث برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية للمساعدة يعني أخذ مساعدة من الاتحاد الأوروبي ويعني للتعامل مع تداعيات الحكومة. وأشير أيضا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني اليوم شيرين كرياكوس ميتسوتاكيس يزور مدينة ستراسبورغ الفرنسية لمناقشة القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، وأيضا يلتقي برئيسة البرلمان الأوروبي. إذن تم الإعلان بالأمس عن الحزمة الأولى من المساعدات وإجراءات الإعانات للمتضررين من الفيضانات. ميتسوتاكيس قال أيضا أن الدولة ستقف إلى جانب الشعب دون تأخير، وتحدث عن إجراءات دعم الأسر والشركات ودعم الأشخاص الذين شهدوا غرق منازلهم أو مزارعهم أو حقوقهم يعني حقولهم بالمياه الطينية، وأنهم سوف يتلقون مساعدات عاجلة لتغطية احتياجاتهم لاحقا. طيب عبد الستار، يعني في ضوء ما ذكرته هناك أسباب لا نعرفها حتى الآن ربما تستطيع أن تطرحها علينا تخص استقالة وزير البحرية وسياسة الجزر باليونان. نعم محمد، بعد حادث مرعب هز اليونان استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية ملتيادس فارفاتسيوتس من منصبه عقب مصرع يعني رجل دفعه أحد أفراد طاقم عبارة من على منصتها بعد وصوله متأخرا. مقاطع الفيديو أظهرت أن هذا الرجل وهو يبلغ من العمر يعني 36 عاما قفز في اللحظات الأخيرة إلى السفينة قبل أن تبدأ في رفع الباب وتتحرك لمغادرة الميناء. حاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم اللي هم منعوه من الدخول، ولكن أحدهم دفعه إلى الخارج. ظهرت أن الشاب يعني وقع في المياه وهو يختفي وسط المياه التي أحدثتها العبارة وهي تغادر الرصيف، وابتعد أفراد الطاقم ولم يتم تقديم المساعدة. في النهاية تم يعني أمر السفينة بالعودة مرة أخرى، ولكن تم العثور على الرجل فاقدا للاستجابة ولفظ أنفاسه. نعم الأخيرة، المدعي العام اليوناني وجه اتهامات. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة من أخبار اليونان، كنت معنا من أثينا.